نكمل مع الطايره ونروح لنجمات الذهب فريق الكره الطايره سيدات اللي بيلعب مقابله دلوقتي حالا او ماتش دلوقتي حالا في النادي الاهلي. بيلعب مع فريق النادي المولين العرب في دوري السيدات. دوري السيدات لكره الطايره 27 بونت ما شاء الله عليه من 9 ماتشات. 3-0 كل الماتشات. مختلفين لكن نتمنى لهم التوفيق دايما يكونوا متواجدين لان برده نفس الحاله اللي موجوده داخل منتخب الطايره الرجال واللي حصلت للعيبه الاهلي نفس الكلام في السيدات لان كمان السيدات اعتقد ان هم اكثر لاعبين 8 9 لاعبات داخل منتخب مصر برده في البطوله الافريقيه المؤهله ليه او التصفيات الافريقيه المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020 برده خسرناها في الكاميرون. نفس الكلام الطايره حاله مختلفه. الطايره في مشكله من وجهه نظري الفرقتين راحوا بامل الصعود الى طوكيو 2020 رجعنا الاثنين بره الموضوع. خلينا نروح تقرير مع نجمتنا ونجومنا وكابتن حمدي الصافي في فريق الكره الطايره سيدات نشوف قالوا ايه قبل المباراه النهارده وترجعوا لنا مره ثانيه هنخرج لفاصل ونستقبل ضيفنا الكبير في عالم التدريب وعالم الاداره وعالم كبير جدا وابن من ابناء النادي الاهلي دكتور وجيه حمدي. بعد انضمام المجموعه اللاعيبه الدوليه كان معانا مجموعه اللي هم مش في المنتخب ومجموعه الشابات والناشئات. كنا همنا ان احنا يبقى الاستعداد بتاعنا لان فتره توقف شهرين كبيره جدا. كان لازم المجموعه اللي معانا تشتغل كويس جدا بحيث لما يجي مجموعه المنتخب ما يبقاش في فرق حتى في الناحيه البدنيه او الفنيه او الجاهزيه للماتشات. الحمد لله الفتره اللي فاتت احنا كنا جاهزين كويس قوي، جهزنا المجموعه اللي معانا ماتشات وتدريبات ومهارات وكل حاجه، كانت فتره اعداد كويسه جدا لينا يعني. طبعا بعد انضمام اللعيبه الدوليه احنا دلوقتي بنستكشف مدى جاهزيتهم للماتشات لان طبعا انت عارف بعد بطوله بيحصل نزول في الكيرف شويه، فاحنا بنحاول ان احنا نجهزهم بحيث عندنا الفتره الجايه كذا مباراه قويه هتبقى عامل مهم جدا في حسم بطوله الدوري مبكرا لينا. احنا شغالين كويس مع كل المجموعه الحمد لله، عندنا مجموعه دلوقتي الاختيارات كمان هتبقى اكتر لان المجموعه اللي كانت معانا اشتغلت والمجموعه اللي جايه جاهزه من المنتخب، ففي اختيارات كتيره هتبقى موجوده باذن الله. احنا الفتره اللي فاتت كنا شغالين فردي اكتر، عملنا مباريات وديه للمجموعه اللي معانا بحيث يبقوا جاهزين برده في فورمه الماتشات، بالاضافه للمجموعه اللي هي بتاعه المنتخب. هيحصل انسجام في الفتره دي ان شاء الله باذن الله وكله يبقى جاهز للماتشات الجايه باذن الله. رساله توجهها لجماهير النادي الاهلي اللي منتظر منكم بطولات زي ما عودتونا دايما في كل موسم. والله احنا بنقول لهم احنا مقدرين وقفتكم معانا وان انتم بتشجعونا على طول وباذن الله احنا جاهزين وبنشتغل كويس جدا ومجهود عالي جدا ان شاء الله باذن الله، وبنوعدكم ان شاء الله باذن الله ان احنا هنحاول باقدر قدر ممكن وباكبر مجهود ممكن ان احنا نحقق نفس البطولات اللي حققناها المره اللي فاتت ان شاء الله. احنا الفتره اللي جايه عندنا ماتشين متاجلين من الدور الاول مقاولين والزمالك، طبعا ماتش الزمالك مهم جدا بالنسبه لنا. الفريق يعني احنا الحمد لله جاهزين والفتره اللي جايه دي يعني بنحاول نجهز على قد ما نقدر عشان في ماتش قوي، وهنحاول نعسكر كمان قبليها، بس يعني لا احنا بنطمنكم وان شاء الله خير، يعني ان شاء الله هنكسب. يعني احنا بعد المجموعه اللي كانت في المنتخب رجعت طبعا الفريق بقى بيكتمل ويبدا بقى كله يشتغل مع بعضه والتمارين تبقى كامله وكده، فطبعا ده بيقوي الفريق اكتر. يعني الفتره اللي جايه محتاجه تركيز قوي، ما ينفعش خالص يبقى فيها اي دلع او غيابات او الفتره اللي جايه دي خالص. محتاجين نركز في الجيم طبعا برده عشان الفتره الجايه محتاجين نقلل الحمل شويه عشان الماتش قوي، وفي الملعب كمان محتاجين نتعود على بعض اكتر عشان بقى لنا فتره في المنتخب وجايين بس اسبوع قبل الماتش، فطبعا احنا يعني بنحاول نركز يعني على طول. في عدد كبير قوي مننا كنا في المنتخب لسه راجعين، ما بقالناش 3 ايام بس، كنا كده معسكرين معسكرات بره مصر وعسكرنا كتير قوي بقالنا شهرين عشان البطوله اللي كانت عندنا. الباقي كانوا ما وقفوش هنا خالص، بالعكس كانوا عاملين فتره اعداد من الاول تاني في الشهرين دول. احنا ان شاء الله جاهزين للماتشات، الماتشين بالذات اللي فاضلين لنا. يعني المفروض ان الماتشين دول تكمله الدور الاولاني اللي احنا ما خلصناهوش، فان احنا لازم نكمل على اللي احنا وقفنا له. احنا كنا ناهيين الدوري بشكل حلو جدا، فان احنا لازم نكمل على الكلام ده وما نقفش، بالذات ان احنا اخر ماتش الزمالك ده اهم ماتش في الدوري. احنا بنوعدهم ان شاء الله السنه دي بالثلاثيه ومستنيين دعمهم طبعا وتشجيعهم لينا.